الله عز وجل يتقبل، فليجعل أعمالنا هباءً منثوراً. دائماً اطلبوا الله الإخلاص في العمل، واطلبوا حسن الخاتمة. ما كنقولوش خلينا نخدم أحسن أكثر، ما نكونش العمل ديالنا بحال تشيكين يدي. ما يكونش هذه النقطة يلاه سمعتها البارح، ما يكونش العمل ديال بحال شيكين هندي. قال لك هذا المغاربة غادي يدير واحد فيلم هندي. قالوا شوف السيناريو، شوفوا انتم اصدقاء الحومه، غادي تكونوا في الحومه ومشيتوا كيلعبوا، مشاو في الطريق غتلقى واحد الدريه، لقى واحد الدريه صغيره كبدوا ربها وهاك الله فيها كبرت كا حتى هي اكتشفوا بلي انا مهم. اكتشفوا بلي انا مهم هذا في ميدي. يلا قولوا كاع الله عباد الله. باش كتمشي سفينة؟ باش كتمشي سفينة؟ صلاة على نبينا. باش كتمشي وترسي؟ صلاة على نبينا. باش كتمشي وتراها؟ صلاة على طه. وانا يا اخي ما ناويش قلبي يمرى، حب المصطفى خلى في قلبي جمرة. قولوا يا الله عباد الله، قولوا يا الله عباد الله. بارك الله عليكم. حاجه كريمه. انا نشوف على فيسبوك نجعل هذا الاسبوع اكثر من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هشام حفظ الله اجاباته الكثير، النقاط حسنه والاناشيد والالعاب، هذا فقط واحد الجزء، كل واحد تخصص ديالو. عندنا السي توفيق الجاي العمل الاجتماعي، السي حموتي الكيمياء والعلم البحث العلمي، استاذ علي العام كذلك التكافل العمل الجمعوي التنموي، جمعيه السي تهنوني جمعيه التبرع بالدم، سعد البشير كذلك المجال، كل واحد في مجاله تخصصه. نسال الله القبول وجزاهم الله على كل خير. يتقدم الإخوة في جمعية الشعلة يقدمون وجماعة السي هشام الداودي يقدمون لهم تذكرة. يتفضلوا من قبل. كابتن نزار جمعية الشعلة. شباب نستاذن ان شاء الله باش نحكيو ان شاء الله. سي مولانا